كنت بعمل حوالي 500 بيتزا في اليوم. لا بجد جامده جدا. خلينا كده ندوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ معانا فيديو جديد تاني مع كيميا وعمرو شريف، والنهارده هنعمل هوايان بيتزا. حاجة جديدة جدا 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 هتستمتعوا بيها. انا متحمس، ان هو قال لي ان احنا النهارده هنعمل بيتزا نصين، وهنعرف ليه كمان شوية مادة ثانية له هذه البيتزا. بصوا يا جماعة، ما تحرقهاش يعني دلوقتي. انا مش هحرق حاجة دلوقتي، بس انا قعدت مع عمرو شريف من شوية، انا عليت الاكسبكتيشنز بتاعته في السماء، بوظت الدنيا على نفسي يعني، بس انا واثق من نفسي وحاسس ان انا هطلع حاجات كتير جدا جدا حلوة. نبدا بايه؟ اول حاجة هنبدا بيها ان احنا هنعمل عجينة البيتزا، نسيبها تخمر على بال ما نجهز الحشو والتوبينج بتاع العجينه. في ناس بتفرق ما بين الحشو والتوبينج. الحشو اللي هو اللي فوق الصلصه على طول وبعدين فوقيه الجبنه، التوبينج اللي هو الخضروات اللي بتبقى من فوق. في ناس بقى بتعمل الحشو والتوبينج كلهم توبينج مع بعض، بس انا مش بعمل كده. هنفهم الكلام اللي قاله من شويه، هو مش مفهوم اصلا توبينج ومش توبينج. نبدا بالعجينه، يلا بينا. اول حاجه احنا هنعملها يا شباب، هنجيب شويه ميه دافيه، تمام؟ دافية. يفضل ان هي دافيه عشان الخميره تخمر بسرعه، وخصوصا في فصل الشتاء يعني. الميه الدافيه بتساعد في ان الخميره تطلع بسرعة. ترايزر بسرعه. هنجيب كيس خميره، يفضل انك انت تكون عارف الدنيا بتمشي ازاي، بس الكيس ده في الغالب بيبقى مثلا بكيلو. تمام، واحنا ايه، مش هنعمل كيلو، هنعمل قد ايه؟ نص كيلو مثلا. حاطين نص الكيس تقريبا يعني، مش الكيس كله. من المكونات الثانيه اللي احنا محتاجين ان احنا نستخدمها اللي هي الزعتر. الزعتر مهم جدا جدا، وخليني هقول لكم ليه الزعتر مع الفلفل الابيض في عجينه البيتزا مهم. لا ركزوا، في ناس كتير منكم ما تعرفش ان الدقيق نفسه فيه سنه زفاره زي البيض، تمام؟ فعشان خاطر تكسر الزفاره دي مهم جدا انك انت تحط زعتر وفلفل اسود، فلفل ابيض، يفضل ابيض. لو ما عندكش ابيض حط فلفل اسود، حاجه قد كده، حاجه بسيطه جدا. أوكي. جدا يعني، معلقه كبيره سكر، وبعدين احنا محتاجين الملح اللي انا مش عارف احطه مكانه فين، لقيت مكانه 100 100 شويه ملح صغيرين. ماشي، نبدا بقى نحط الميه الدافيه كده، مقدار كويس من الميه الدافيه. نضرب المخلوط ده بقى احنا كده. الناس اللي بتعمل بيتزا مهم جدا تركزوا في الحته دي، وده طبيعي جدا ان هو يحصل. الصباع الصغير ده يكون نظيف، انا لسه غاسل ايديا وكله نظيف. تروح عامل كده، تروح عامل كده، شوف اخبار الملح ايه. هنا السكر زايد سنه عن الملح، مخلي العجينه يعني سنه مسكره، فاحنا محتاجين ان احنا نكسر الحلاوه دي بسنه ملح اضافيه، لان الميه دي او الخليط ده هو اللي هيتحكم في طعم العجينه نفسها. فانا هاخد شويه ملح كمان واقلب يا معلم. المساعد عمرو شريف، وانزل بايه؟ زيت. تمام، زيت عادي ولا زيت زيتون؟ اي زيت ينفع، بس زيت الزيتون صحي اكتر. لو حد خد باله ما بعملش معيار. دي حاجه عشان انا متعود عليها. ليه هذه الاكله مهمه جدا بالنسبه لك، وليه انت بتعرف تعمل الحاجات دي من غير معايير دلوقتي؟ اوكي، اولا انا اصلا كنت شيف بيتزا، وكنت اسرع واحد في المطعم بيعمل بيتزا. انا كنت بعمل هنا بيتزا ولا في امريكا؟ في هنا، في مصر. اشتغلت فتره كبيره جدا شيف بيتزا، كنت بعمل حوالي 500 بيتزا في اليوم. واو. رقم رهيب جدا يعني. ليه المفضله بالنسبه لي؟ ميزه البيتزا انك تقدر تنوع فيها جدا. ممكن تعمل بيتزا خضار، بيتزا جبن، بيتزا سي فود، بيتزا فراخ، لحمه، سجق. بعد السؤال بتاع تعمل بيتزا فيه تنوع كبير يحصل. العجينه دي هي كل حاجه، اهم حاجه العجينه. في ناس بتقول لك ايه، الفرن مهم. الفرن مهم وكل حاجه، لكن العجينه مهمه جدا جدا. هتسيبها في معلومه يا شباب، في ناس بتحط بيضه على العجين. على فكره عادي جدا، تقدر انك انت تحط بيض. انا مش بحب احط بيض عليها، لكن انت تقدر تحط بيض عليها وهتطلع طعمها حلو، بس ايه، مع البيضه سنه فلفل اسود عشان الزفار بتاع المش. هنركنها على جنب 5 دقائق. بعد كده هنعمل ايه؟ هنقطع البصل عشان نحطه على الفراخ. اول حاجه حابب اتكلم عنها مسكه السكينه نفسها، عشان خاطر ما تعورش نفسك. الصباعين دول كده بنحطهم كده، ونروح لافين الثلاث صوابع دول كده، تبقى دي مسكه السكينه، عشان خاطر ده بيتحكم في السكينه من الناحيه دي، وده بيتحكم في السكينه من الناحيه. الصوابع دي لازم تكون كده، وتروح قاطع مثلا كده. الصوابع دي لما بتكون كده انت ما بتسمحش للسكينه ان هي تقطع صوابعك، لما بتعملها كده بتبقى هي الجارد. تمام، ادينا مثلا ايه، قطعنا دي كده، شايلين دي، مسكنا دي كده، ماشي. واو، عمر مصباعك يتقطع طول ما انت ماسكها كده اهي. واو، معايا في سكيلز، بس عندها مواهب. شويه بطيء وشويه سريع اهو. كده كفايه البصل. بعد ما قطعنا البصل هنقطع الفراخ، بس قبل ما نقطعها هنعمل ايه؟ نغسلها. بنمسك بقى الفراخ بقى ايه، حته حته كده، ونعمل لها مساج. اي بلاوي تطلع فيها.
معلومة بقى ليكم يا شباب، دي مش صدور، دي وراك مخلية. الوراك المخلية من أطعم الأجزاء بتاعة الفراخ نفسها. أنا دايما بحب إن أنا أعملها أصلا في كل الأكلات، دي نسامة وطعمة أحلى للأكل طبعا صراحة. بكتير جدا. عندي تفسير منطقي لحلاوتها وجمالها. طبعا احنا عارفين إن الفرخة بتمشي برجليها، تمام، لكن الجزء ده ما بتحركوش، فتلاقي ايه فرخة بتمشي كده، فهي بتعمل تمرينات كتير في الحتة دي. ممكن بسبب التمرينات اللي هي بتعملها. لو هتبقى نص كيلو دي تقريبا نص كيلو فراخ او اقل شويه. حاجه وحيده في الفراخ محتاج تتاكد منها انك انت ايه تشيلها، الا وهي العروق، يعني ده عرق بنشيله. طيب احنا كده خلصنا تقطيع الفراخ، بس قبل ما نحط الفراخ على النار ونبدا نشوحها احنا محتاجين ان احنا نحط الدقيق على الخلطه بتاعتنا. في حاجه مهمه جدا انا عايز اوريها لكم هنا، توريكم ان خلاص جه الوقت انك انت تحط الدقيق. ايه بقى؟ شايف الريم الوش اللي طلع فوق ده؟ ده معناه ان هي كده جاهزه. نحط عليها الدقيق. هنحط عليها الدقيق، بس قبل ما نحط الدقيق، عشان انا كنت بقطع فراخ فانا محتاج تغسيل. اسفنتي لو يا شيماء زوجتي بتتفرج على الفيديو ده، فانا بجد اسف، بس انت عارفه ان انا اشول بعجن بايدي الشمال، فانا مضطر مؤقتا. مؤقتا اوكي. ربنا يستر. ده عمرو شيش مش لابس؟ انا مفهم الناس كلها متجوز، فاهم، بلبسش دبل. لا حد خد باله برضو ان انا هنا مفيش معيار، هو شغال بالحب. بس هي تقريبا نص كيلو تقريبا. كده احنا حطينا شويه حلوين، نعجن بقى العجين بقى. هات كده دقيق تاني. هتفضل تعجن في العجينه كده وتزود شويه دقيق بسيط على حاجه بسيطه لحد ما تلاقي قوام العجين معاك مظبوط و100 100. احنا حطينا شويه زيت في الاخر بعد ما عجننا العجينه كلها مع بعضها، عشان تقفل المسام اللي بره بتاعه العجينه، بحيث ان العجينه من جوه تبدا تخمر مع نفسها. بتفضل تعجن في العجينه وتزود سن الدقيق في سن الدقيق في سن الدقيق لحد ما تبقى قوام متماسك، وتحط عليها ايدك ما بتلزقش معاك. في نفس الوقت ايه بتحطها كده تدوس عليها تحسها بص بترجع اهي. بترجع تاني. هسيبها قد ايه؟ عينك عليها خلاص، انت خدت المنظر العام بتاعها، بعد نص ساعه تشوف بدات تخمر ولا لا. البس بقى. البس اهو اهو. هنبدا بقى نغطيها وملف الفوطه حواليها كده عشان ما فيش هواء يدخل. صح بالظبط. يفضل انك انت تسيبها في حته دافيه شويه. نشوح البصل وبعدها دقيقه دقيقتين نحط عليه الفراخ ونشوح الدنيا شويه. الزيتون برضو. انتظروني في رمضان في قناه عمرو شريف مع عمرو شريف. ابدا بقى ننزل الفراخ. لو انت متابع السلسله من الاول هتلاقي ان في خطوات في الاكل بتتكرر كتير، تشويح البصل مع الزيت مع الفراخ بالحاجات دي كلها، دي دايما متكرره في كذا حاجه. هننزل بشويه ملح، هنطير زفاره الفراخ بالفلفل الاسود، وننزل كمان بايه؟ ببهارات فراخ. تفضل بقى تقلب فيها كده شويه لحد ما تاخد اللون الذهبي بتاعها. حلوه قوي. ماشي. هو عموما الفراخ مش بتاخد لون ذهبي قوي، بس يعني ايه برونزي سنه كده. ماشي. بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل الصلصه بتاعت البيتزا دلوقتي. يلا. اول حاجه بنعملها ثلاث طماطمات نقطعهم، وبعد كده هنحطها في الخلاط ونقفل عليها. لا ما نقفلش عليها. ايه يا جدعان في ايه؟ حط شويه ميه واقول لكم التوابل اللي هتحط لصلصه البيتزا. حطوا شويه ميه صغيرين خالص عشان بس الطماطم تتضرب. من اهم الحاجات في صلصه البيتزا ده ايه بقى؟ ده ريحان. يفضل الريحان الاخضر لان هو بيكون ريحته حلوه جدا، لكن لو مفيش ريحان اخضر زي الحاله اللي عندنا دلوقتي فهنحط ريحان مجفف. انا بص انا ميت من الجوع، انا جعان جدا جدا، متشوق جدا ادوق، وطلعت وحشه هتضايق، بس شكلك فاهم. شكلك فاهم يا نصه. حطينا بقى ايه؟ ملح، شويه فلفل ابيض. على فكره ابيض او اسود مش هتفرق في دي يعني. نقفل ونضرب. دي تنزل على النار على طول. نحط شويه زيت زيتون، هنسيب بس ايه الزيت الزيتون يحمى شويه. هننزل بخلطه الصلصه بتاعه البيتزا. ادي جامد. اوعى اوعى وشك بيفاجئني كده مره واحده. هفضل اقلب فيها شويه كده عشان بس تتجانس مع الموضوع، وبعد كده بيتكلم كانه هو اللي بيعمل الصلصه وفاكر نفسه ان هي خلصت كده. بعد ما دي تستوي في معلقه صلصه طماطم البيوريه بتنزل عليها عشان تعمل سمك ليه الصلصه دي. لو انت بتحب البيتزا خفيفه وطعم الصلصه مش باين فيها قوي، تقدر انك انت بعد ما تستوي تستخدمها وخلاص، لكن يفضل تحط معلقه صلصه عشان معلقه الصلصه بتخلي فيه سمك في الخليط نفسه. ممكن ادوق دي؟ ايه الاخبار؟ ولا بتجاملني؟ حلو، محروقه شويه بس حلو. طبعا الفراخ طعمها مش حادق ودلع شويه. انا مش مزود الملح فيها. ليه بقى؟ عشان خاطر البيتزا اللي احنا هنعملها نصين، نص نوعا ما حلو
ونص حادق. فالتوبينج نفسه اللي هيتحط والحاجات دي هي اللي هتظبط الدنيا. الصلصه بدات تظبط قوي، بدات تحلو بشكل الريحه مش طبيعيه بجد، مش طبيعيه، ريحه حلوه قوي قوي. وده معناه ايه يا معلم؟ بما انك انت بقى بتتكلم عن موضوع الصلصه، ان اي حد يجيب برطمان الصلصه ويحطه على البيتزا باظت. شكرا. انت تعملها صلصه، تعملها لازم تعملها فروم سكراتش. كده الميه اتشربت خالص، ما بقاش فيها ميه اهو، وده المطلوب اثباته. خد معلقه صلصه واحده بس كده، نحطها هنا نقلبها دقيقتين على النار وخلاص. نقفل بقى كده خلاص. وبالمره بما ان العجينه لسه بتخمر، نقطع ايه التوبينج بتاع البيتزا اللي هي الخضروات اللي بتترش من فوق. 100 100. اول حاجه الفلفل الاصفر، هنجيب 2 فلفل كده، واحده اصفر واحده حمراء مثلا او اي لون عندك. حتى لو انت عندك فلفل اخضر شغال يعني. وطماطم. التوبينج ده برده يعني برده حاجات دي مزاجات. بالظبط. بس قطعنا التوبينج بتاعنا 100 100 كده، ومعانا برده شويه زيتون. انت حابب الزيتون؟ انا هحطه على وش البيتزا. نركن بقى دور على جنب ونستنى العجينه لما تخمر، هنصلي العصر ونرجع نشتغل في العجينه. يلا. بعد ساعه ونص تقريبا العجينه اترفعت صح. حلو شكلها يعني. حلو. مهم جدا ان احنا نحط العجينه في حته دافيه. ده اهم حاجه، دافيه. في طريقتين، في ناس بتفرد على زيت وفي ناس بتفرد على دقيق. الاثنين عادي جدا، انا بحب افرد على دقيق. نفرد على دقيق. افرد معاك ولا افرد افرد لوحدي؟ لا 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 افرد لوحدي. ليه؟ ما ينفعش، هسيب لك حته تفرد. واضح سر المهنه في الفرد. من الحاجات اللي انا بعملها في العجينه عشان خاطر العجينه يعني بجد تطلع حلوه، بتمسك الطرف بتاعها كده وتروح عاملها كده، فانت بتخلق لايرز، بتخلق طبقات. اوكي. الفرد ده في طبقه دقيق حاصله هنا، الطبقات دي مش هتشوفها. هي حلوه في التسويه. الصوت ده يا جدعان صوت صوفيا. صوفيا بنته. ربنا يبارك لك فيه. حلو قوي الكلام ده. انت بتحب البيتزا ثن ولا بان؟ بان. اعملها زي ما انت بتحب تعمل، عايز ادوق مزاجك. دي مش هنسميها؟ لا دي هتبقى بعدين. على فكره البيتزا، عجينه البيتزا ينفع تحطها في الثلاجه لمده اسبوع وبعدين مش اسبوع، 4 ايام وتستخدمها بعدين. يعني هزمها النهارده؟ مش هزمها النهارده. لا مش شرط، لا مش لازم. انا دي بس. ماشي يلا بينا. فنان فنان فنان. انت هتعملها مدوره ولا تعملها مدوره؟ العجينه باين فيها حاجات. ايه ده؟ ده زعتر صح؟ ده زعتر. ملمسها حلو جدا. الله. في حاجه مهمه جدا ناس كتير بتحتار فيها. ايه بقى؟ هو بعد ما بيفرد العجينه بيلاقي ان العجينه مثلا اكبر وهو عايز يظبطها، فما بيبقاش عارف يظبطها ازاي، فبيروح يقلب الصينيه كده عليها. تمام. عشان تاخد شكلها يجيب مثلا سكينه. لما اجي اقطع انا هقطع بميل شويه عشان خاطر العجينه تبات جوه. تقطع كده اهي اهي. دي ممكن اخدها العب بيها. العجينه بجد مريحه جدا للاعصاب يعني، حلوه قوي. لا شاطر والله. نحط زيت على الصينيه عشان ايه؟ تمسكش مثلا ما تلزقش. طيب. انت بتحط بس حته كده شويه كده. في ناس بقى بتقعد تجيب بقى الفرشه بيها يعني. هتعملها بايدك انت. انا كده جبت كده عملها بايدك. 3 صوابع دول تفرد كده كده وتنزل بيهم اهو. الله اهو. فنان منكوخ. مفيش احلى من صوابع اللي من خلقه ربنا. طبعا طبعا ايدك نظيفه خلاص تعامل. اهتمينا برضو بايه؟ بالاطراف. بالاطراف عشان خاطر العجينه ما تلزقش في الطرف. اغلب الحيره اللي عند الناس. هنشيلها ازاي؟ هنشيلها ازاي؟ سهله جدا. بص ايوه ادي دي اهي. ايوه ماشي. تروح جاي مطبقها كده يا ولد، ومطبقها كده اهي. الله. سله سوا. مش سله عادي جدا. تروح ايه تحطها هنا كده، تبدا بقى ايه تسحب بقى. تسحبها تاني ولا مسكت معاك ولا حاجه عشان انت عاملها يعني انت مش مخليها لازقه في بعض؟ لا 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 معوجه شويه which is okay خالص يعني. هتتفرد معاك دلوقتي. شايفين الدنيا ملعبكه في بعضها اهي. كل اللي انت محتاج تعمله لان في زيت تحتها تقدر انك انت تحرك الحاجات دي. اهم حاجه 3 صوابع دول اهو. خبطها في الاطراف كده. دي هتطلع ثن. ثن بس مش ثن قوي. قبل ما احطها تعمل ايه؟ شوكه. شوكه ليها ميزتين. اول ميزه معانا ان هي بتفتح المسام بتاعه العجينه، توزيع الحراره بيبقى كويس. تاني حاجه ان الاخرام دي نفسها بتخش فيها الصلصه. الله الله. عايزك كده تدوق الصلصه كده. جامده جدا دي ولا الصلصه اللي في البرطمان دي؟ برقبتها تتكلم في ده صلصه برطمان جزء منها اصلا. في حاجه انا بوزع كده الصلصه حابب ان انا اتكلم معاكم فيها. لما جيت اسافر على امريكا فاكر بقى ان انا بقضيها بقى وبابا عادي وماما عادي والدنيا هتبقى تمام يعني كشاب يعني كده. اول ما وصلت هناك انشغلت بقى بالايه؟ بالمناظر الطبيعيه بتاعت امريكا والحاجات دي كلها. مناظر طبيعيه لا المناظر الطبيعيه الخضره، كان في خضره كتير جدا ومناظر طبيعيه حلوه. بعدين افتكرت ان انا بقالي يومين ما بصليش. قعدت مع نفسي قلت هو انا لما كنت في مصر كنت بصلي واتقي ربنا عشان الناس اللي حواليا وعشان خاطر الناس تشوفني بصلي؟ مش رب مصر هو رب امريكا؟ زعلت جدا من نفسي واتضايقت جدا، وعلى طول طلعت ورحت صليت العشاء في المسجد. اكتشفت ان هو اصلا 5 دقائق ماشي من المكان اللي انا كنت ساكن فيه. وساعتها اول ما الامام قال الله اكبر انا عيطت جامد بسبب احساسي بالذنب تجاه التفكير اللي انا كنت بفكر فيه. النقطه دي انا ليه بقولها دلوقتي؟ بقولها لك دلوقتي لان انت بسم الله ما شاء الله عليك ان شاء الله يعني خلال شهر
رمضان صليت وصمت واتقيت ربنا، بعد رمضان افتكر ان رب رمضان هو رب باقي الشهور، واستمر على الطاعة بتاعتك اللي انت ربنا رزقك اياها لبعد رمضان. حوار ليلة العيد ونشرب حشيش والكلام ده، ابعد عن الموضوع ده وخليك مع ربنا على طول الوقت. بس رب رمضان هو رب كل الشهور. ثانك يو مستر كامي. احنا كده عملنا الحاجه اساسيه، عشان انا نصين فهنعمل جزء حادق وجزء حادق بس. ماشي. ايه الهوايان بيتزا دي؟ الهوايان بيتزا في امريكا هي عباره عن لحمه خنزير وكانتالوب ولا اناناس؟ اناناس. عارفين الاناناس اللي هو بيبقى ليه شجر ده؟ اناناس. تمام، هو الاناناس عشان بس يكونوا متاكدين. هتيجي تاكله تحس ان هو مسكر. لما انا سمعت بالبيتزا دي فرحت ايه؟ كلمت مع المطعم قلت له هو ينفع ان انا اغير بدل اللحم الخنزير تحط تشيكن؟ قال لي اوكي. وكلتها كانت تحفه، كانت حاجه لا بجد جامده جدا. النهارده ده اللي احنا هنعمله، هنعمل نص هوايان بيتزا والنص الثاني هنشوف. احنا ما عندناش اناناس. انا استنى بدا اناناس كانتالوب. كانتالوب كانتالوب. تمام، انا نسيت خالص موضوع الاناناس ده. الفراخ هنوزعها كلها، الفراخ اساسي في البيتزا كلها. الفراخ اتحرقت مننا سيكه بس ملحوقه، البصل يعني. اللي اتحرق مننا الفراخ ما اتحرقتش. ما اتحرقتش بالصعيدي. انت عمال تاكل، انا جعان يا كيميا. كده احنا وزعنا الحاجات دي. البركه يا كيميا، البركه. اي بواقي اللي تقف الزيت دي جامده قوي. جاهزه كانتالوبايه جايب معايا ايه؟ قشره من امريكا. بحبها جدا، بحبها جدا. دي اكيد موجوده في مصر يعني. لا بس مش زي اللي في مصر، دي قويه جدا. بص انا يديني، واحنا بنقطع كده هنفتح على الفرن عشان نسيبه يسخن عشان يبقى جاهز وما يقعدش وقت طويل. حتتين بس كانتالوبايه كده صغنونات يعني، وهنقطعهم مكعبات. كانتالوب مسكر وحلو مستوي. احنا اول حاجه هنحطها الجبنه الموتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا هو على فكره ميكس، هو في شيدر جبنه موتزاريلا وجوده، وانا احمد جوده. حط جدا انا اسف والله. لما بكون في امريكا يقولوا لي ايه may I have your name، اقول لهم ايه احمد جوده، يقولوا لي لايك تشيز، اقول لهم يس لايك تشيز. وكده مغطينها كلها بالجبنه، وزود الجبنه زي ما انت بتحب الجبنه. هنقسمها نصين ازاي بقى؟ عندنا هنا طماطم، وعندنا فلفل احمر، وعندنا فلفل اصفر. نحط خط احمر هنا. ما احنا لو حطينا خط احمر هنا احنا عندنا دول الغالب، اللي مش غالب بقى اللي هو الاصفر. العكس. فاحنا هنحط الفلفل الاصفر، نعمل خط برليه بالاصفر. والله بتفهم عم كيميا، تصدق؟ والكيميا ازاي بس؟ كل ده كده احنا عملنا الجزء اللي هو في الاثنين. هنختار بقى جزء واحد بس، نختار فيه واحد نحدقه وواحد نحليه. ده خد كفايته من الكانتالوب. احنا الناحيه الحادق هنحط عليها اللي هو الديك الرومي، اللي هو هو ده مش لانشون، ده فصوص ديك رومي حلوان. نقطعها كده، فكره ده طعمه حلو جدا. دو النص الثاني بقى، ودي نقطه مهمه جدا جدا. ايه قول ايه ده؟ دي جبنه ريكفورد اللي هي الجبنه المعفنه. اصلا في سنه كده ما بتحبهاش، انا بحبها على نفسي. تحفه. انا خايف على بال ما البيتزا تجهز انت ما تاكلش. اللي يعرف الريكفورد يعرف ان هي ايه، حادقه جدا. احنا هيبقى عندنا جنب حادق حادق وجنب حلو. اديني البطاطا ونرش شويه زيتون كده برده. كده احنا عملنا البيتزا نصين دلوقتي، نص حلو ونص حادق. المشكله ان مكونات البيتزا عاليه جدا. التركي ده لوحده ورا حوار، والجبنه ريكفورد دي خطيره ومجعده جامد جدا يعني. انا متشوق ادوق الميكس ده. على فكره يا شباب، يعني لو انتوا بتتكلموا في حته التكلفه مش عالي قوي، وممكن ممكن على فكره تستغنوا عن الرومي. لو انتوا من الناس اللي بتحب اللانشون ممكن تحط قطع لانشون، بس ايه لانشون مش احسن حاجه. نحطها في الفرن، نسيبها قد ايه تحت؟ على حسب درجه حراره الفرن عندك. عشان في ناس ما بتطبخش. 210 210 يعني. تمام، على حسب درجه حراره الفرن بيقعد من 10 ل 20 دقيقه. تمام، بتختلف على حاجات، درجه حراره الفرن، سمك البيتزا نفسها، حاجات كتير. وبعد تقريبا ربع ساعه نعمل ايه بقى عشان نشوف جاهزه ولا لا؟ إيه؟ طرف السكينه. ايوه تمام، ونروح رافعين البيتزا كده نشوف اذا كانت ذهبي ولا مش ذهبي. ذهبي ذهبي. خلاص يا معلم هناكل بقى. خلاص يا معلم انا ميت من الجوع يا مستر كيميا. اوه بص الجمدان يا جدعان، يا نهار، بص الحلاوه، يا نهار ابيض. حان وقت الدواق. نشوف بقى عملنا ايه. دوقني يا معلم. كيميا بيتفنن دلوقتي في تقطيع البيتزا. تحب تبدا بحادق ولا حلو؟ بالحادق. بقى اجيب لك ايه؟ طبق؟ طبق ايه؟ لا طبق ايه؟ طبق ايه؟ هاتها هاتها كده، هاتها يا عم كيميا، حرام عليك يا عم كيميا. بسم الله. دي كده سخنه لسه طالعه من الفرن. رهيبه. ايه الاخبار؟ 20 على 10. ايه الجمال ده يا باشا؟ خلينا كده ندوق.
جامده جدا. العجينه لوحدها جامده قوي وكراست كده وحلوه. مهم جدا انك توصل بمرحله العجينه انك تاكل العجينه حاف. ادوق بقى الحلو اللي بالكنتالوب، يا رب تعجبني. ما عجبتنيش خلي بالك، بس عشان ايه الكنتالوب ممكن يلسوعك. الله والله العظيم الله. صدق عمري ما توقعت هسلزها. انا كنت قلقان هسلزتها. انا كنت قلقان. انا زمان كنت بتفرج مثلا على فيلم ولا حاجه بيتزا بالاناناس، فاهم هو ازاي؟ ما حلو يعني. ايه تنصحهم يجربوها؟ ولا مش وش. لا جامده جدا. هنقفل نروح ناكل لو سمحت. يلا باي باي. والله اعمل كيميا بس عايز يكمل الفيديو. شرفتني. ايوه والله شرفتني حبيبي، وبشكرك جدا على استضافتك ليا في بيتك، وشكرا جدا على الاكله الحلوه دي. فري فري الحمد لله. طب ده اخر الفيديو. انا بعشق البيتزا، جربوا الوصفه اللي انا وريتها لكم دي وادعوا لي. بس كده، كان معاكم عمرو شريف و كيميا مع من قناه عمرو شريف. عمرو شريف مع عمرو شريف يا جدعان. سلام يا يلا بقى، يلا بينا احنا كده. نعم.